احيانا بعض الامهات بتلاحظ ان اطفالهم بيعانوا من احمرار شديد في العينين، وده خلال فتره تغيير الفصول وخلال تحديدا دخول فصل الخريف، علشان بيكون البعض يعني بيفسر ان ده بيكون بسبب نسبه هواء خفيفه، وده بيسبب احيانا بعض الاحمرار في العين. لكن الامهات بيفتكروا ان الاحمرار ده بيكون علامه تحذيريه لاصابه اطفالهم ببعض الامراض، وبيخلي بصراحه كده في قلق عند بعض الامهات. خلينا نتعرف بتفاصيل اكتر عن التهابات عيون الاطفال نتيجه تغيير الفصول ودخول فصل الخريف، ومعانا بعض النصائح او الروشتات العلاجيه لسلامه عيون الاطفال. مرحب بالدكتور ايهاب سعد عثمان، استاذ العيون بكليه طب القصر العيني. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير استاذ ادير، صباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا جميعاً. بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم، اهلا بحضرتك. لو هتسمح لي في عجاله بس اكمل. احنا عايزين نعرف، عايزين نعرف السبب الرئيسي. حضرتك عايز تعلق الاول على الاستاذ سهير. على بالظبط كده، ان جزء من ذوي الهمم اعاقه بصريه، فكثير من الحالات الداون سيندروم، كثير من الحالات اللي فيها مشاكل وراثيه، مهم جدا نفتكر نصحى صحيح، لان اذا النظاره ممكن تحل المشكله، والنظاره ممكن تعيد تاهيل 25% من اطفال المدارس ان هم يبقوا اطفال اذكياء واطفال بيتابعوا وفجاه استوعبوا لان هم قدروا يشوفوا. فاحنا في خضمنا حاجات كتير قوي ممكن تفيدنا، ما ننساش دايما نفحص عينين ذوي الهمم، لان احنا بنخرج جزء منهم مهم من بره. تمام. الاعاقه البصريه في هذا الفحص البصري. طيب بالنسبه لسؤال حضرتك، اتفضل. احنا في موسم الحساسيه، تمام، الخريف والشتاء مدخل، وتغيير المواسم عموما مدخل حساسيه، اللي هي مش الحساسيه الخفيفه اللي هي عندنا كلنا عينينا مضايقانه او مش قادر افتح في الليل او مش محتاج قطره بسيطه. الحساسيه اللي بتصيب الاطفال من سن 7 8 سنين لغايه 12 13 سنه، او الرمد الربيعي، العرض الكبير فيها الحكه، الولد بيهرش عينه وبيستند ان هو يهرش عينه، ونلاقي فيه مخاطبه مخاطبه بتبص معاه كده وعينيه حمراء طول الوقت، مش قادر يبص في النور. والمشكله الكبيره في هذه الاحيان ان الحكه لقيناها مرتبطه بمضاعفات كثيره على العين وعلى القرنيه، تؤدي الى ما يسمى بالقرنيه المخططيه بعد كده، وضعف شديد في الابصار. فهي دي الاعراض المهمه للاحمرار. في حاجات اسباب اخرى كثيره للحمار، في طبعا اسباب كثيره للحمار اللي بتعرفها بالفحص في العياده، ونقدر نفرق بين الحاجات وبعضها وندي العلاج المناسب. من المهم الدكتور ايهاب، يعني المفروض يعني نتعامل ازاي؟ ناخد بالنا من ايه لما يحصل للحساسيه؟ اكيد هنروح للدكتور، بس على ما نروح للدكتور المفروض نعمل ايه؟ ازاي نتعامل؟ ازاي في الفتره دي نسيبهم قدام التلفزيون واللابتوب والتليفونات، ولا المفروض انه يقل لو الطفل مصاب بحساسيه؟ بالنسبه للموضوع، حياتنا اللي بتتغير وحياتنا اللي بتخرج عن السيطره، واولادنا اللي عايشين مع الموبايل بتاعهم 24 ساعه، فوق سن 7 سنين ما تزيدش الاستخدام عن ساعتين في اليوم. وده احنا متفق عليه في كل الجهات التربويه والعلميه وكل حاجه في الدنيا. ذاكر زي ما انت عايز، لكن عايز تقعد على كل السوشيال ميديا ساعتين في اليوم وما تزيدش عن كده. والحقيقه لازم نتايم ولادنا، لازم نعمل تايم لاقل ولادنا، والتليفونات بتسمح بده، ما تزيدش عن كده، وفي موضوع ينتهي عند هذا الحد، لان الحياه فيها اكتر كتير قوي. ساعتين ده يا دكتور حضرتك بتتكلم على اي سن؟ يعني من سن كام الاطفال ينفع؟ بعد 7 سنين. الاقل من كده ساعه. طب الرمد الربيعي يا دكتور، ما يعني في حساسيه منتشره بتكون اسمها الرمد الربيعي، يعني نعرف ازاي او الام تعرف ازاي يعني علامات او دلالات هذا الرمد الربيعي؟ وهل له علاقه بفصل الربيع ولا هو الاسم طبي اكتر؟ هو بيجي في مدخل الربيع وفي مدخل الخريف، يعني في وقت فصل الحساسيه زي ما قلت لحضرتك، بتبتدي في سن الولاد 7 8 سنين، بيجي احمرار في العين، حكه مستمره بتهرش في عينه باستمرار. وساعات كتير قوي ما بيبقاش فيه حساسيه من الضوء ومش قادر يفتح عينه، واوقات كتير قوي بنلاقي الاب او الام عندهم حساسيه من نوع اخر، يعني عنده حساسيه في الجلد، عنده ربو حد منهم، بس هي ظهرت في الابن بشكل مختلف. مشكله القصه دي مش ان احنا نروح ناخد العلاج اول مره، المشكله ان سببها لازم نبقى عارفين، هو الأشعة فوق البنفسجية اللي هي بتبقى تكتر من 10 الصبح لغاية 2 بعد الظهر.
ودي سهل ان احنا نتعامل معاها، بان الولد يلبس نظاره ملونه ويلبس كاب في موسم الحساسيه في وقت الشهر اللي بيجيله فيه نوبه الحساسيه او نوبه الرمد الابدي. الحاجه الثانيه المهمه ان العلاج قوي وفعال، العلاج ينقسم على شقين، شق اولاني اطراف فيها ماده الكورتيزون، والشق الثاني مضادات الحساسيه قويه. بتكرار الحدث الام المصريه برضه فيها شيء من النباهه، تقول لك انا عايز اروح للدكتور دي واقعد استنى ساعتين دي واشوفه دي، هو العلاج بيديه لي هو نفس العلاج. فتبتدي من نفسها لما يجي الولد يمرش يستخدم قطرات الكورتيزون، وده في مضاعفات خطيره على عين الطفل، يفقد الابصار الطفل نتيجه ارتفاع ضغط العين، وده الطفل ما بيحسش بيه نتيجه ارتفاع تدريجي بالراحه، ويلاقي في عين العصب البصري بتنتهي والعين الثانيه متاثره تاثر شديد، ودي من مضاعفات الكورتيزون القطره على العين في نسبه من الاطفال اللي هي بياخدوا الادويه دي من غير اشراف طبي، وبيعمل كمان ميه بيضه، ودي سبب اخر لاعاقه بصريه شديده في هذا السن الحرج للاطفال. عشان كده يعني دايما يا دكتور ايهاب حضرتك قاصد انه الاهالي كل اللي يعملوه ان هم يلبسوا الاولاد كاب او نظاره، لكن اي تدخل باي ادويه ممكن لا قدر الله يؤثر على البصر. بالظبط يا فندم، محتاجه الموضوع ننزل نروح الطبيب كل مره، وبنكتب ادويه فعاله جدا، وعندنا في مصر دلوقتي ادويه قويه جدا ملهاش تاثيرات جانبيه على العين. فانا بدعو الامهات هنا ان هم ما يتبرعوش، ان هم يجيبوا الادويه كل مره ويحطوها اطراف عليهم في عينين ولادهم، لان ده انتهى الخطوره مع ان المرض ده مزمن ويروح بعد سن البلوغ. فمش عايزين هذه الفتره الحرجه نفقد فيها نظر او عين او عصب بتاع عين من عينين بتاع اطفالنا، ده ما يصحش في هذا الزمن اللي كل حاجه فيها متاحه لكل الطبقات في مصر. الحقيقه الدوله بتعمل مجهود كبير قوي بتوفير كل الخدمات الطبيه، صحيح. يعني اوقات بغير تكاليف او بتكاليف. طب يا دكتور ايه هي القرنيه المخروطيه؟ القرنيه المخروطيه يا فندم هي انت عارف ان احنا عندنا عدستين في العين، عدسه اماميه اللي هي قدام المني دي عدسه قوتها ثابته، والعدسه البلوريه الداخليه ودي قوتها متغيره، ودي اللي بتسمح لنا بالقراءه، ودي اللي بعد ما بنكبر شويه في السن بيبقى القراءه ضعيفه على وبنبعد الحاجه عننا عشان قوتها المتغيره دي بتضعف. وبناء عليه بالنسبه للطفل نعمل القرنيه ايه؟ القرنيه المخروطيه هي تمدد في سطح القرنيه بيبقى عامله تاخد شكل زي القمع كده، مع عدم انضباط في ان هي تدخل النور او تدخل الصوره على مركز الابصار في الشبكيه. بتقوم حملات دوليه حاليا في موسم الحساسيه ضد الهرش، ضد الحكه، يعني اللي عندك حساسيه ما تحكش عينك، خد الادويه المناسبه، لان ده سبب مباشر للقرنيه المخروطيه اللي هي بتؤدي بقى لمشاكل كتير قوي في الابصار بعد كده. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايهاب سعد استاذ العيون بكليه طب القصر العيني، شكرا على كل هذه المعلومات.